تيجوا ناخد نفس عميق ونغمض عينينا ونتخيل كأنه حلم كده، ان انت يعني بدل ما انت بتستورد نسبة كبيرة جدا من التقاوي، يعني احنا بننتج من التقاوي الخاصة بينا من 2-3%، ده رقم طبعا قليل جدا بالنسبة لاستهلاكنا، وان احنا بنستورد تقاوي كتير، وعلى الرغم من انه في محاصيل استراتيجية احنا بننتج التقاوي الخاصة بيها زي القمح والذرة وغيره. طب المشكلة فين؟ وهل احنا ما عندناش ابحاث؟ لا طبعا عندنا. هل ما عندناش باحثين؟ لا طبعا برضو عندنا، وكل يوم بيبقى فيه جديد وكل يوم بيبقى فيه اصناف جديدة، لكن المشكلة فين؟ هل ان احنا ننتج هذه الاصناف او ان احنا ندعم فكرة انتاج التقاوي بس هو بديهيا كده ان انت تنتج التقاوي التكلفة هتبقى ابسط بكتير من ان انت تستوردها. عشان كده اهتمامنا كدولة بحجم مصر ده اهتمام بيدعم كل الوطن العربي، وفي شراكة ما بيننا وما بين أشقائنا العرب في الموضوع ده، وفي مؤتمرات وأبحاث وكمان تبادل الخبرات. تفتكروا ان احنا هنتوقف عند ان احنا نحلم ونغمض عينينا؟ لا، لازم نفتح عينينا ونحلم انه الحلم فعلا يبقى حقيقة وعلى أرض الواقع، وده اللي بيحصل بالفعل، لأنه مصر بتشهد ثورة في كل المجالات، حتى كمان على المجال على مستوى المجال الزراعي. فنفتح علينا من الحلم اللي ابتديناه، لأنه فعلا في خطوات أساسية أصبحت حقيقة. تعالوا بقى ناخد ملامح أكتر عن الموضوع ده ونشوف التعاون مع أشقائنا العرب وصل لغاية فين، كمان في موضوع صناعة أو إنتاج التقاوي المحلية، وعندنا مؤتمر كمان بيتكلم على الموضوع ده، وهو طبعا مؤتمر بعنوان تحديات صناعة التقاوي الخاصة بالمحاصيل الحقلية. تعالوا ناخد تفاصيل أكتر كمان من ضيفي اللي منورني النهاردة، دكتور محمد عبدين، وهو الخبير الزراعي وأيضا باحث في وراثة تربية النباتات. أهلا بك يا دكتور، وطبعا حضرتك عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر. طيب خلينا ناخد يعني هنت بسيط كده وسريع عن المؤتمر، بيتم تحضيره مع أي دولة شقيقة؟ تفاصيل بسيطة عن المؤتمر. المؤتمر بيتم تحضيره حاليا مع الزملاء والأصدقاء في العراق الشقيقة، في جمعية النخلة ومصادر مؤسسة مصادر وراثية، دكتور فارس العبيدي ودكتور شهرزاد الشديدي ودكتور خالد فتحي سالم من مصر هنا مقرر المؤتمر، جامعة مصر جامعة السادات بيوتكنولوجيا نبات، والزملاء كلهم يعني كل الباحثين في الوطن العربي مدعوين للتكاتف. حضرتك لما قلتي احنا يعني ايد لوحدها ما تسقفش، صحيح، لما يكون في العلم والعنصر اليد البشريه والعقليه والامكانيات الماليه والامكانيات الماديه، ما ينفع يعني عيب علينا ان انتاجنا يعني نبقى محتاجين نجيب تقاوي من بره، يعني دي عيبه في حق الوطن العربي كله، يعني نحط ايدنا، لازم يكون في وحده زي الاتحاد الاوروبي، اوروبا الشرقيه بتورد لاوروبا الغربيه، يعني اوروبا بتورد لبعضها، ليه احنا نكون يعني نجيب له، احنا ليه نكون تسويق لاوروبا في التقاوي بتاعتها؟ عيب علينا، عندنا مساحات، عندنا الارض، عندنا الباحثين، عندنا زي ما حضرتك عديتي كل ده موجود، كل القصه ان احنا يبقى في ميكانيزم او فكر يربط الادوات دي كلها مع بعض بحيث تتضافر الجهود، نقدر نلم الشمل، نقدر ننتج، عندنا الاراضي، عندنا اهتمام الدوله المصريه، اهتمام بانتاج التقاوي، المساحات موجوده في كل الامكانيات الماليه موجوده، يعني مفيش اي معضله، مجرد بس ان انت تجمع الخيوط وتغزلهم في منظومه واحده تطلع انتاج التقاوي، عندك شباب باحثين علماء في كل الدول، كل الوطن العربي، يعني الناس كلها عندها استعداد تشارك، ما يكون في هدف قومي زي كده ان احنا ما نستوردش تقاوي من بره، يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، زي ازمه اوكرانيا، ازمه القمح حصلت، حسينا ان في ازمه ان احنا محتاجين الغرب، لا مش لازم يبقى في حاجه زي كده عشان نحس، طب ما ننتج، نكتفي محليا، نصدر، حتى لو نصدر لبعض، ونصدر لافريقيا، صحيح، ما يبقاش يعني نجيب، يعني احنا نصدر لاوروبا، يعني حوض البحر المتوسط كله مشترك، يعتبر ظروف مناخيه واحده، دول حوض المتوسط، الامور اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، يعني المنتج بتاعنا هيتأقلم على أوروبا، بالعكس احنا عندنا ميزة ان احنا بننضج قبل أوروبا بحوالي شهر أو 35 يوم، دي احنا نقدر نصدر له فترة الشتاء عندنا يقل عنه، نقدر نصدر له بره احنا اللي نستفيد، مش هو اللي يستفيد مننا. صحيح، واحنا كنا بنتكلم يا دكتور قبل الهواء قد ايه ان هو يعني الموضوع اوفر بكتير، ان احنا بدل ما نستورد بالعمله الصعبه وده يبقى عبء على الاقتصاد المصري، ان احنا ننتج التقاوي الخاصه بينا. واحنا يمكن كنا بنتكلم انه حتى المشاهد العادي، حضرتك بتكلمني واتفقنا على فكره معلومه ان احنا انتاجنا للقمح والذره وغيره وتمام، طب هيجي المشاهد يقول لك طب يا دكتور ما احنا بننتج التقاوي، طب ليه بنستورد نسبه عاليه من القمح؟
لا بنستورد لان احنا ما عندناش اكتفاء ذاتي 100% من منتجنا بالظبط من المنتج عشان نغطي استهلاك الزياده السكانيه ما شاء الله يعني احنا 100 مليون عشان تغطي انت انتاجك المحلي انت عندك طفره في الانتاج المحلي وبتزيد ضعف سنويا بتكفيك حوالي اربع شهور طب الثمان شهور الثانيه انت عندك احنا الشعب المصري اتكلمنا قبل كده من الشعوب المستهلكه الشارهه في استهلاك القمح ده حقيقي ما يقدرش يستغنى عن المائده ما يقدرش يستغنى عن القمح في وجود اي شيء فانت عشان تغطي احتياجك لازم هتستورد عشان تكفي احتياجك ده طبيعي يعني ومش مصر بس يعني تقريبا نقدر نقول كل الشرق الاوسط يعني ما يعني بلا استثناء عشان ما يبقاش رقم محدد كله بيستورد القمح بتاعه لان احنا ما عندناش اكتفاء ذاتي على مستوى الانتاج بتاعنا يكفي الزياده السكانيه المضطرده انا اعتبر ان المحاصيل الاستراتيجيه بالذات القمح والاعلاف في الدوره برضو احنا ما بنقدرش نكفي فدي كلها محاصيل المشكله مش في دول يعني المشكله في محاصيل الخضر لان استهلاكنا 98% او 97% بنستوردهم رقم فلكي مليارات وانتاج تقاوي الخضر مش عمليه مش صعبه مش معضله يعني جيل علماء واساتذه احنا اساتذه تربيه النبات يعني الناس مؤلفه كتب عند رعي الاول وجيل الاول ما شاء الله يعني عندنا طاقه عنصر بشري فكري كبير جدا ايه المانع ان كل دول حتى لو نعلم جديد نجيب التقنيات الحديثه نستخدم الصوبة الجديده التقنيات الزراعيه الجديده التكنولوجيا الحديثه كل ده نضيفه وتضاف عندنا جيل اتعلم بره ناس كتير جدا جابت العلم اللي بره مع الامكانيات المحليه لا نقدر نقول على الاقل مش هنقول هنقفز في الرقم ده ناخد منه يعني نقلل شريحه الاستيراد وده عمره ما هيكون غير بتضافر كل الجهود جهود علميه جهود بحثيه جهود سياسيه برضه لازم الدعم السياسي من الدول وزارات الزراعه المعنيه في تضافر بحث علمي وزاره البحث يكون عندي هدف ان يكون عندي بحث تطبيقي مش حاجه اسمها بحث ينشر بدون يكون موجود على الارض لازم اشوف الداتا بتاعته على الارض اشوف المحصول يستشهد بيه انا لجان الترقيات برضه ما تاخدش الابحاث مجرد ان يكونوا على الورق لا فين السيرفي بتاعك انت فين الداتا بتاعتك اللي انت صورتها من الحقل فين المنتج اللي انت قدمته بتقول انا عملت وعملت 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 وريني على الارض وريني منتج تقدمه للبشريه قدمه لدولتك قدمه للوطن العربي حتى ممكن حزين نفسنا حتى من ضمن تحضير المؤتمر انه لو في صنف تسجل في مصر يكون معمم مثلا على الوطن العربي كله الشكليات دي انه يكون موجود هنا لا طب ما احنا ظروفنا واحده نقدر نقول ان في بروتوكولات لازم تتم يعني من ضمن التوصيات اللي عايزين نعرضها ان احنا القيود اللي احنا حاطينها لا المنتج اللي موجود في مصر في الاردن في سوريا في العراق في المغرب العربي في الشرق الاوسط في دول الخليج لا طالما الصنف كويس واثبت وجوده منتج محلي للوطن العربي كله والمنتج اقليمي للوطن العربي لا نقدر ننتجه ونعممه ويبقى فيه سهل جدا عمليه الانتاج والاكسار محطه اكسار في اسيا محطه اكسار في افريقيا جهود هنا عمليه تبقى سلسه ما تبقاش صعبه صحيح الميزه كمان ان احنا ننتج التقاوي ان احنا بنستنبط اصناف جديده بتواجه وتجابه التغيرات المناخيه الافات ان احنا كمان نقدر نصدرها للاشقاء العرب فقد ايه ان الحاجات دي مهمه جدا تخلينا ان احنا وكمان ان احنا ننتج اصناف مش شرهه في استخدام الميه كل المميزات دي واكتر منها كمان فعلا ممكن تحثنا على انتاج التقاوي عشان كده هيجي سؤالي لحضرتك هيك احنا اتكلمنا ان احنا عندنا باحثين عندنا الدوله مهتمه و ايه اللي ناقصنا هل هو التكلفة؟ إيه اللي ناقص إن احنا نطبق الموضوع ده على قد ما فوائده كتيرة قوي كده؟ احنا بدنا نشتغل في جزر منعزلة دي مشكلة الإدارة احنا لو عندنا الإدارة يعني نقدر ننتج تتضافر الجهود دي كلها في فريق عمل موحد يمكن بإذن الله احنا متعشمين في الأخير إن المؤتمر ده يكون نواة لتجمع الباحثين في الوطن العربي باحثين وراثة النبات وتربية النبات والتكنولوجيا النباتية و أصناف الجديدة ومقاومة الآفات ومقاومة الحشرات كل من هو له يعني مفيش حاجة اسمها لازم تتدفر العلوم مع بعض بحث الوراثة مع تربية النبات مع المحاصيل مع الخضر مع زين كان حاطين كل المحاصيل مفيش حاجة اسمها إن أنا عايز أستغنى عن محصول لا محاصيل استراتيجية حقلية مع محاصيل خضر محاصيل فاكهة محاصيل زينة كل ما هو منتج نباتي أنا محتاج أستورده احنا في ناس احنا بنستورد الزهور يعني حتى الحاجات اللي هي بأرقام فلكية في مناسبات يعني احنا بنقول قيمه الورده مثلا بتوصل رقم 30 جنيه في دول عربيه الورده الواحده طب ما ننتجها هنا مش معقول اجيبها من افريقيا ايه المانع ان ننتجها في دولنا العربيه مع ان احنا بننتج زهور حلوه يعني جدا يعني انا صورت في اكتر من مكان لحتى تصدير الزهور عندنا ده احنا فرعنا اللوتس وغيره وغيره كل يعني فين اقول لحضرتك احنا شفنا بعينينا انا شفت في السعوديه مثلا الورده مثلا ثمنها هناك 5 ثمن الورده حوالي 5 ريال ما يعادل دخله في حوالي 25 جنيه 30 جنيه طب هي اصلا تكلفتها هنا كام لو انتجنا لحساب المصدر زراعه تعاقديه مع اللي هو محتاج انت محتاج مثلا في السنه عدد
عدد واردات كذا، في مواسم كذا، عندك مواسم في الاعياد الوطنيه كذا، في هنا كذا، لا الامور دي طب ما ننتج له انتاج في لحسابه بدل ما هيجيبها بالشيء الفلاني من هناك. طب ما يعني يبقى في منظومه بس تتداخل الجهود مع بعض، كلنا يبقى على قلب راجل واحد عندنا فكر مستنير، نحط العلم مع البحث العلمي مع الامكانيات مع الامكانيات الماليه، يبقى في ما يبقاش كل واحد في جزيره منعزل عن الثاني. صحيح. بما ان احنا عايزين نقرب ونقضي على الجزيره المنعزله، بنفكر في مؤتمرات وبيكون عندنا تواصل دايما مع اشقائنا، عشان كده جت فكره مؤتمر تحديات صناعه تقوي المحاصيل الحقليه، وعندنا مشاركات على مستوى العالم العربي، فهيكون معنا مداخلة حالا عشان نتكلم على تفاصيل أكتر عن المؤتمر من الأستاذ الدكتور خالد فتحي سالم مقرر المؤتمر. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إدينا الحمد لله دكتور بخير، وأنا سعيدة بوجود مثل هذه المؤتمرات عشان إحنا بنوحد جهودنا وبننشر العلم، وإنه بنظهر للعالم حتى أكيد هذه المؤتمرات بيكون ليها صدى على المستوى العالمي. فإدينا بقى فكرة أكبر عن أهم أهداف المؤتمر. حضرتك هو المؤتمر جت فكرته طبعا من التكامل بين الدول العربيه وبعضها، تبادل الخبرات والتعاون العلمي بين العلماء والباحثين طبعا في مجال صناعه التقوي واستنباط الاصناف الحديثه. طبعا ده اهم مدخل من اهم مدخلات العمليه الزراعيه، ان انا لو عندي صنف او تقوي قاوم الامراض متلائمه مع التغيرات المناخيه، خصوصا ان احنا في مصر بنواجه زياده سكانيه مضطرده 100 مليون نسمه، كل ديت تعتبر تحديات في مجال الزراعه خصوصا صناعه التقاوي. طبعا بتختلف التقاوي على حسب المحاصيل. طبعا مصر الحمد لله انا اشتغلت في احد البرامج القوميه المتميزه في مصر، ودي كان لها اساس ليا في بدايه حياتي العمليه في برنامج الارز بمحافظه البحوث الزراعيه بسخه مع المحاصيل الحقليه. طبعا وكل البرامج للمحاصيل الحقليه الاستراتيجيه ولله الحمد على قمة في الإنتاجية، ولكن لازال برضو عليها دور كبير جدا في زيادة الإنتاجية، حيث أن أغلب الأصناف حاليا وصلنا إلى ما يسمى البلاتو. على سبيل المثال نجد أصناف الأرز 4 طن، الذرة 20 أرداف، بالقمح حوالي 20-30 أرداف، طبعا ده 20-30 أرداف للتضارب، طبعا ما بتتحققش على أرض الواقع، فلازال في جاب موجود. اما تكون في حالة التقاوي ممكن تكون مش جيده، او التوصيات الفنيه ما توصلش للمزارع بالدرجه الجيده. طبعا في عده امور كتير جدا بتلعب دور منها، طبعا ده كله بيخدم فيها مربي النبات او علم تربيه النبات، طبعا بالاضافه الى دور الشركات والهيئات اللي هي على سبيل المثال الجامعه، عندنا حوالي 27 جامعه حكوميه وعندنا جامعه خاصه، وللاسف الشديد هذه الجامعات لحد الان لم يبرز لها دور في مجال تسجيل الاصناف. فاحنا بنوجه الدعوه الان للجامعات اننا نحثها على تسجيل الاصناف، ودي هتبقى من ضمن محاور المؤتمر اللي هي تقاوي المحاصيل الحقليه الاستراتيجيه، تقاوي محاصيل الخضر والفاكهه والزينه، ازاي ننتجها طبعا بالتعاون وشراكات اما عن طريق المركز او عن طريق الشركات او عن طريق الجامعات المصريه. ايضا في عندنا مشكله حاليا بتواجه الباحثين سواء كان على مستوى المركز القومي للبحوث على مستوى الجامعات المصريه، اللي هي آلية تسجيل الاصناف النباتيه. مشكله تسجيل الاصناف النباتيه حاليا فيها صعوبه جدا في اختراق التسجيل وتحقيق اصناف. طبعا احنا دلوقتي بنحث الجامعات انها تسجل، بس للاسف الجامعات اغلبها ما فيش بريد امل انها تسجل صنف خاص بها، كذلك المراكز البحثيه، لان في اختبارات بتتم داخل هذه الجهات البحثيه خاصه بتسجيل الاصناف. فحاليا احنا بنحاول النهارده نقارن ما بين الدول العربيه والانظمه في عمليه تسجيل الاصناف، وازاي الاليه بتتم التسجيل، وده اللي هيتم من خلال المؤتمر اللي احنا عاملينه وانا المقرر له ان شاء الله. طبعا بندرس برضه من ضمن المحاور التنوع الوراثي، طبعا احنا بنفقد التنوع الوراثي لنا، وكان ليا بعض الابحاث على القطن المصري وبعض المحاصيل الاستراتيجيه، ان التنوع الوراثي بتاعنا بينخفض، ده مدلول ان الاصناف انتاجيتها هتقل، وده اللي موجود حاليا. انت عندك 100 مليون نسمه النهارده وفي زياده مش زايده، فلابد ان يكون عندك تنوع وراثي،
ولابد انك تحاول تحافظ على الثروات الوراثيه عن طريق بنك الجينات. عندنا طبعا بنك الجينات موجود، صحيح، ولكن لا يحتوي بنك الجينات على عديد من الاصول الوراثيه اللي انا درسنا عليها. انا كنت واخد مبحوث مره في الايام في المانيا ودرسنا في بنك الجينات الالماني. طبعا هناك مقارنه مع البنك الجينات المصري عدد السلالات اللي موجوده هناك الاف، مئات الالاف. احنا عندنا يمكن بتعرف بالاف، وفقدنا اصولنا الاصليه القديمه رغم انها موجوده في البنوك العالميه، في البنوك الامريكيه، البنوك الاوروبيه، الاستراليه. كل اصولنا الوراثيه للاسف الشديد موجوده في الخارج، واحنا يمكن ما نعرفش عنها حاجه. احنا درسناها، انا درستها من خلال دراستي في الدكتوراه في المانيا، ونستطيع ان احنا نجيبها. عندنا مشكله في تداول الخضار، طبعا حوالي بنستورد حوالي 90% من احتياجاتنا، بنستورد 90% من محاصيل الزيت. عندنا مشكله في انتاج الزيوت، انتاج الحبوب القمح على سبيل المثال. عندنا كوارث موجوده طبيعيه بمثال حادثه اوكرانيا وروسيا، كل دي بتاثر على الاكتفاء الذاتي وعلى عمليه التنميه الزراعيه. طبعا دي كلها تحديات قدامنا في المؤتمر، بنحاول نجد لها بعض الحلول ونوصل الى توصيات نهائيه في المؤتمر، ونتمنى النجاح للمؤتمر، ونتمنى مشاركه من الزملاء في مركز البحوث الزراعيه، في الجامعات المصريه، وفي اثراء لغه الحوار، وفي التنافس الشريف. طبعا صحيح، نتنافس في خدمه مصر في الاول والاخر، سواء جامعه حكوميه، جامعه خاصه، شركه، مركز بحثي، كل دي المفروض تغني في منظومه متكامله، في متناسقه، تدي في الاخر موسيقى جيده يشعر بها المنتج ويشعر بها المستهلك ويشعر بها المواطن المصري بانخفاض الاسعار وزياده الانتاج وعدم احتكار السوق سواء كانت على المنتجات الزراعيه وخلافه. النقطه الثانيه، بندعو من هذا الحوار ان احنا ندعم المزارع المصري. المزارع المصري افضل وحده انتاجيه على مستوى العالم. الجو مناسب، المزارع مثقف جدا، واحسن خدمه واحسن انتاجيه واحسن جوده في جميع المحاصيل بلا شك. الفلاح المصري علم الدنيا 7000 سنه ولا زالت تورث عمليات الزراعيه من خلال المزارع المصري. طبعا انا بشكر حضرتك، يعني بالاضافه الى مستقبل زراعه مصر، فخامه الرئيس السيسي طبعا وجه الى عمليه التحسين الوراثي على مستوى الانتاج النباتي وعلى مستوى الانتاج الحيواني. صحيح، طبعا هذا التساوي احد مدخلات لعمليه التحسين الوراثي على مستوى الانتاج النباتي، على غرارها برضه مستوى الانتاج، وهيوفر لنا كمان كتير يا دكتور، يعني ان احنا ننتج التقاوي. لسه كنت بنتكلم انا ودكتور محمد على الموضوع ده، وان احنا هنقدر ان احنا نشارك اشقائنا العرب في ارسال التقاوي ليهم افضل ما بيجيبوها من بره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور خالد فتحي سالم، مقرر المؤتمر الخاص بتحديات صناعه تقاوي المحاصيل الحقليه، وبنتمنى ان نجاح لهذا المؤتمر والمزيد من هذه المؤتمرات بمشاركات طبعا اكيد من كل المتخصصين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا بتمنى النجاح كمان للمؤتمر يا دكتور، وحضرتك كنت بتتكلم على هذا المؤتمر ومدى اهميته، ويمكن كمان دكتور خالد كلمنا بتفاصيل اكتر عنه. انا عايز اروح لنقطه مهمه عشان برضو نطمن المزارع، ان احنا بنتكلم على انتاج تقاوي، واحنا في تقاوي اعتدنا عليها فالتغيير بيبقى صعب، فده هيخليني اروح اسال حضرتك على موضوع الاختبارات اللي بتتعمل على التقاوي دي عشان نضمن بقى الانتاجيه العاليه، وانها موفره في الميه، وانها افضل بكتير من حتى التقاوي اللي احنا بنستوردها. اولا احنا ما بننتجش حاجه غريبه، احنا بننتج اصلا، بنحسن، بنطور يعني عمليه الانتاج النباتي في عمليه اسمها الانتخاب. الفلاح اصلا ابا عن جد بيقوم بيها، البقاء للاقوى، البقاء الافضل، هو بيختار السلال الافضل. فالحين حتى المزارعين زمان بيختاروا النباتات اللي يختارها للسنه الجايه كان يخلي منها تقاوي. يعني عملية ان انت بتحافظ مجرد بشيء من العلم، العلماء هم اللي بيختاروا، بينتخبوا النباتات، بيستخدموا التقنيات الحديثة، البصمة الوراثية وتقنيات بيوتكنولوجيا النبات، انك انت تتنبأ بان التركيب المحصول ده هتحت كويس،
ده كتركيب وراثي، وبعد كده اختبره اختبارات حقليه، افتشوا بزاعه انسجه اقدر اتنبا، اعمل له اختبارات ملوحه، مقاومه امراض، مقاومه جفاف، اقدر وانا شغال بزرع استغل الوقت. يعني عمليه الوقت اصبحت سريعه، الحياه طبعا سريعه، مش هستنى ازرعه في الارض واختبره في الارض، لا انا اختبر اختبارات معمليه الاول، وبعد كده اتنبا اوصي بان في حاجات مبشره ابدا ازرعها. بعد ما ازرعها بتاخد فتره تسجيلها في الجهات البحثيه، بتتاكد تماما من الثبات الوراثي بتاعها والمقاومه بتاعتها وعدم تحمل الامراض سنتين ثلاثه، هي فتره تسجيل الصنف دي المعضلات عندنا في موضوع تسجيل الاصناف، الوقت بتاع تسجيل الصنف. وبعد كده بوصي بتسجيله، بيتم تسجيله في وزاره الزراعه، بيتم اعلانه للمزارع ان ده صنف معتمد، مميزات وكذا كذا كذا، في حقول تجري، في حقول ارشاديه بتتعمل، المزارع بيشوف المحصول اصلا في بعينه، بيشوف النبات بيقتنع بيه. الفلاح المصري مش سهل انك تقول له شيء بالنظري، لا لازم يشوف بعينه ويشوف الثمره ويشوف حجم النبات، يشوف ارتفاع النبات، يشوف الكوز الذره، يشوف يتاكد ويختبر كل اختبار ليه لما يقتنع ويوصي ان هو السنه الجايه هيزرع الصنف ده او المحصول ده. وبرده بيزرع، بيبدا عمليه الانتشار والزراعه، عمليه التصدير، حفظ الاصول الوراثيه. احنا محتاجين بنك جينات وطني قومي على مستوى الوطن العربي، نحافظ على اصولنا الوراثيه اللي من الشرق للغرب. عندنا خير كتير جدا، مجرد تضافر وجود، يمكن احد حسنات كورونا احنا بنقولها ان في مؤتمر، المؤتمر ده اصبحت اونلاين، ما عادش في صعوبات التراخي وتذاكر السفر والحجوزات والمواعيد، لا انت موجود في مكانك في دولتك، الناس كلها بتجتمع على في برنامج اتصال، في اي برامج كلها دي بتتكلم مع بعض صوت وصوره، لا سهلت جدا من تقابل والناس تتكلم والفكر يروح. لا دي احد الحسنات، موضوع التكنولوجيا، استخدام الرقمنه في التعامل في الاجتماعات. يعني الناس كانت متحفظه من عشان المؤتمر، لا اسافر اروح واجي، كانت بيبقى هي صعوبات انك انت حتى تجمع كل العلماء او كل واحد لظروفه وكل واحد لترتيباته، لا تجمع الكل في تايم معين ويتعاونوا ويتناقشوا ويتبادلوا ويطلعوا بتوصيات حقيقيه على ارض الواقع. ده اللي نامل فيه انه يكون، والتوصيات دي بعد كده يتم تطبيقها، والشركات لازم تشتغل معانا. يعني الشركات مش مجرد انه يستسهل انه يستورد التقوى، هو عباره عن يعني بيزنس بيستورد ويورد وياخد عمولته، لا انت لازم يكون عندك حقول ارشاد، لازم يكون عندك صوب تنتج فيها. ده نفسنا فيه، ان اي شركه جديده عايزه تقدم صنف للتسجيل لازم يكون عندها على الاقل 100 صوبه 50 صوبه بتنتج هذا، تنتج تقوى محليه مقابل ان اسمح لها بتسجيل الصنف. شرط ده قصاد ده، ما يبقاش عمليه انت جاي تكسب بالسهل، لا مجرد انا السوق المصري خصب، انا جاي اعمل علامه تجاريه وابقى مورد لشركه اجنبيه وورد في السوق المحلي، لا العمليه كده انا كدوله عادت عليا، هو بس اللي استفاد، الدوله المصريه ما استفادتش بحاجه، لا لازم اجبره انت تسجل صنف، تسجل قدامه، تزرع قدامه صنف محلي. عندنا انتاج محلي، برنامج الوطني مطلع اصناف محليه كتير جدا، في هوجن تانية طالعه مدرسين ماجستير ودكتوراه، الجامعات المصريه مليانه، لا كل ده لازم يكون يتم اعتماده، الشركات تقدمها للاكسار وتقدم للاعتماد، يبقى عنده مصلحته هو اتحققت ان هو برضه شغال، في نفس الوقت مصلحه الوطن والوطن العربي ان في اصناف محليه تسجله، نبدا شيئا فشيئا نقلل حجم الاستيراد ونعتمد على منتجنا المحلي. اكيد، وان احنا ننتج اصناف جديده لازم برضه نسجلها زي ما حضرتك قلت. لازم حضرتك تسجل آلية التسجيل ده، احنا عندنا عقبات فيه، وهل ان احنا محتاجين نزود شويه من هذه الاليات؟ هي انتاج كميه التقاوي اللي تتقدم للبرنامج في الاول. يعني كميه التقاول هي المرسوم بسيطه، يعني حوالي 10000 جنيه او هو مبلغ مش بسيط، يعني للباحث تتبناه على الاقل، لو انا كباحث مصري اعفى من هذه الرسوم، لو الجامعه محليه تعفى من هذه الرسوم، يبقى في لجنه وطنيه للتسجيل، ما يبقاش مثلا حكر على جهه بحثيه معينه موضوع تسجيل الاصناف، الكلام ده يمكن بيزعل بعض الناس، لا يبقى في لجنه محايده فيها علماء من كل التخصصات، خضر من كل خمس جامعات مثلا سبع جامعات مع ثلاثه مركز بحوث، يبقى في لجنه محايده هي اللي تحكم على الصنف، الصنف ده بيدخل بكيورد معروف حرفه وابجدي، ما يبقاش حد عارف من الصنف ده، ما يبقاش فيه تحيز لشيء معين او تحفز تحت جهه معينه، ممكن انا اسجل في دوله ثانيه، يبقى الوطن العربي عمليه ايه؟ اسجل في هنا، اسجل هنا، هو يسجل عندي، يبقى العمليه ايه؟ لو سجل هنا يبقى سهل انه يمر من دوله لدوله طالما احد الدول اللي موجوده في البروتوكول ده اعتمدته، يعني الامور دي كلها نامل ان التوصيات دي يتم صياغتها على شكل مؤسسي او سياسي بعد كده، وزراء الزراعه يجتمعوا وينفذوا هذه الامور، يبقى في مرونه في موضوع تسجيل الاصناف، يعني في حاجات مش هبدا من الصفر اختبر، طب ما هو زرعها ويتاكد منها، والعمليه يعني العمليه مجرد تضافر جهودنا كمجموعه باحثين مع علم مع فكر مع الشباب، احنا يعني يديني برضه نفسنا جيل الشباب ده يشتغل، الشباب يعني هيشتغل في البرنامج ده لو ربنا اكرم واصبح على مستوى الوطن العربي، هيبقى طاقه شباب نقدر ننقل الخبرات، انا واحد من عندي يروح يدرب مجموعه من هناك، واحد من عنده يجي يدرب من مجموعه من هنا، صنف نبات ازرعه من، يبقى في عمليه حتى التهجينات، انا ممكن يكون في صنف كويس عندي في مصر مع صنف كويس موجود في دوله عربيه شقيقه، اعمل هجين ما بين الاثنين يطلع لي هجين قوي يجود هنا ويجود هنا. الامور دي كلها نفسنا نبقى عارفين عندنا ايه، حصر
سيرفي لكل الاصناف اللي موجوده، طماطم، فلفل، بتنجان، خيار، ذره، كل نوع يتسجل له بصمه وراثيه. زي ما الدكتور خالد كرم قال لك في حاجات بتاعتنا متسجله بره، طب ما احنا ليه ما يبقاش عندنا بنك وطني قومي عربي في اصول وراثيه يتقدم اي دوله فيهم تتم فيه مع المؤسسات الزراعيه، نسجل اصنافنا، نعمل باركود بصمه وراثيه، الاصناف دي كلها تتسجل، نقدر بعد كده نبقى عارفين ايه اللي عندنا، حاطين شكله وعارفين نقدر الباحثين، لا والله يبقى عندنا كتالوج للاصناف اللي موجوده في الوطن العربي، نعمل بصمه وراثيه، نقدر نقارن ما بينهم، نوصي ان احنا والله الصنف ده مع الصنف ده يبقى عنده هجين فائق، صحيح، هجين مبشر، اختبر اصنافي في حقل تجريبي، بدل ما اختبر مثلا في مصر في الشمال والجنوب في محطه، لا ما اختبر في دوله ثانيه، يبقى عندي برضه حتى حقلين تجريبيين، حتى ممكن ابحاثنا ك يعني كونديشن مختلف، ان احنا عندي بيئه هنا وبيئه هنا، اقارن ما بين بيئتين في وطن عربي ويبقى عندي نتائج مختلفه، حتى يبقى فكر خلاص قتل البحث، ان انا بقيم في نفس الدوله في اثنين لوكيشن، طب انا لوكيشن هنا ولوكيشن هنا، وقايم بحث مشترك ما بين الدوله دي والدوله دي، ثلاث اربع دول انا بقول لحد ادنى، صحيح. يبقى في برضه حتى تطور في مستوى ابحاثنا، تطور في اختبار اصناف الوراثيه المنتخبه، تطور في السيالات، تطور في استخدام البيوتكنولوجيا الحديثه، زراعه الانسجه النباتيه اللي موجوده، انا عندي تقدم في زراعه الانسجه في الموز، في الفراوله، في النخيل، في البطاطس، يبقى عندي تطور، كل ده اقدر اتحرك ما بين هنا وبين هنا. املنا كبيره، نفسنا ان شاء الله، بس ده مع الدعوة لكل الباحثين، والمؤتمر مجاني ومفيش فيه أي رسوم، العملية كلها ملتقى عربي لالتقاء الأفكار وصياغتها في شكل سلس، في خطوات 1 2 3، هنعمل كذا كذا، فترة زمنية، خطة خمسية أو خطة زمنية قصيرة، بعيدة المدى وقصيرة المدى لتواجهة هذه التحديات. ده على مدار كم يوم؟ المؤتمر 3 ايام، 26 26 27 28 يونيو، خلال هذا الشهر الحالي. ويعني وفي برضه عندنا يوم في وفي يوم برضه الابحاث، لو حد عنده بحث تطبيقي وعايز يعرضه ويعرض نتائجه ويعرف الناس بيها اونلاين برضه او اونلاين. احنا عندنا مشكله ان الناس مش عارفه، هي يعني فلان عندي، انا عندي بحث منشور في كذا، عندي شغل طالع، زميلي في دوله عربيه او في جوه مصر ما يعرفش، احنا ما بنعرفش عمليه التعريف بابحاثنا، عندنا مشكله فيها، احنا ساعات بنعرف من المنصات الاجنبيه الناس بتشير بحثك وتتكلم عنه، جوه مصر في قصور في ان احنا الناس تعرف بعض، الناس فاضيه على الفيس للتهاني والامور، معلش الناس تزعل، بس ان احنا يبقى عندنا منصات العلميه الناس تبقى متابعه بعض فيها، كل واحد عارف ابديتد ليه، لا انت مجرد الناس بتشترك لمجرد اشتراك، يعني مش بنعمم، بس الناس مش متابعه الابحاث، ده في تداخل، ممكن يكون عنده بحث كويس في قمح، زميل تاني عنده بحث كويس في مركز بحوث، نقدر نخلط ما بين الجرم بلازم ده ونطلع منتج فائق الجوده ما بين هنا وبين هنا، نكمل بعض، عمليه تكامليه، عمليه تكامليه، نجمع جهودنا، نتضافر، نتوحد، هي القصه كلها في التوحد، يبقى عندنا وحده عربيه لانتاج تقاوي الخضر ومواجهه هذه التحديات، ده هدفنا المأمول فيه بخلاصه بسيطه في المؤتمر ده باذن الله. عايزين برضو نتكلم يا دكتور على استخدام بقى التكنولوجيا الحديثه والتكنولوجيا الحيويه ومدى تطبيقها على التقاوي اللي بيتم انتاجها او استحداثها. هي التكنولوجيا الحديثه احنا بنستخدمها لتسريع عمليه، يعني موضوع تربيه النبات بياخد سنين، بدخل حوالي 20 سنه ان اعمل تهجينات وانتخب واعمل، انا ممكن بالبصمه الوراثيه اقدر اعرف ان في امور معينه، اوصي ان التركيب الوراثي ده مع التركيب ده انا اقلل، اشوف التباعد الوراثي ما بين الصنفين دول، اقدر اختبره حتى اشوف لو هو حساس لمرض معين، حساس لستريس معين، حتى لو انا هنقل له صفه مقاومه ملوحه، صفه مقاومه مرض من نبات معين او صفه معينه، اعمل دمج ما بين التكنولوجيا الحديثه واطبق ده من خلال زراعه الانسجه برضه، ان ده بوابه لابحاث البيوتكنولوجيا، واطلع المنتج بتاعي واقول والله انا عندي نخله فائقه الجوده تقدر تجود في الوطن العربي كله، مستوى الانتاج بتاعها عالي، مقاومه للامراض، مقاومه للآفة معينه، اوصي بتداولها بين الدول العربيه. ده بالنسبه لتكنولوجيا، اختبر مقاومه الامراض، اختبر الحساسيه، يبقى عندي تنبؤ مستقبلي، خطة خمسية، أنا مش عارف مثلا في تغيرات مناخية، لا أنا أعمل استرس إجهاد جوه المعمل، أيوة. احتمالي للي جاي في الفترة الجاية، اهتمام بالمناخ، إن أنا مش هستنى لما يجيني تغير المناخي وأشوف أثر على أصنافي ولا، البحث بيبقى سابق بخطوة وخطوتين كمان قبل ما يعني الحاجة تيجي، إحنا جاي مرض لا قدر الله، عرض جاي، حشرة جاي، شيء، لا إحنا بنختبر حساسية هذه الأصناف جوه المعامل، وبعد كده نطلع الصنف اللي هو المقاوم ونوصي. بتركزوا على بعض الامراض اللي او الافات اللي بتقلق المزارع شويه، زي مثلا دوده الحشد الخريفيه دي بقت اشهر من نار على علم، يعني كان زمان التوتا ابسليوتا بتاعت الطماطم ما زالت التوتا موجوده معانا دي من ايام سنين، من ايام كنت بقدم النشره هنا، النشره الزراعيه، كنت دايما التوتا ابسليوتا مدمره الدنيا، لكن دلوقتي الحمد لله بنسيطر عليها، وبيبقى في الحمد لله اصناف جديده فيها مقاومه. هو ده
فعلا فكره ان احنا يكون عندنا ابحاث، وحتى احنا وجود الطماطم في السوق ما بقتش زي يعني زي زمان، بقت الجوده اعلى بكتير. يعني دي حقيقه، احنا بنستخدم دلوقتي في جوده التقاوي، انت بتجيب تقاوي جيده، حتى مش في الخضر بس، المستهلك نفسه شايف في جوده في محاصيل الفاكهه، شايف ان في وفره في الانتاج. اصبح في تقنيات حديثه بتستخدم، المزارع دلوقتي قاعد بيسمع التوصيات، ما كانش هو بيشتغل، لا انت بتسمع ماشي ببرنامج تغذيه، برنامج تسميد، حتى برنامج تزهير، عارف ان في معاملات بتتم صح في توقيتها، بيديني محصول عالي. اصبح ده انعكس على مين؟ على المستهلك. انت اشتغل المحصول الفاكهه، الفواكه اصبحت في المتناول. بدايه الموسم كان مثلا نقول محصول معين تلاقيها في رقم فلكي، لا دلوقتي نازله، يعني خوخ، مشمش موجود، عنب، بدات البشاير، الحاجه يعتبر موجوده في السوق بسعر سعر المستهلك العادي، ما فيش فيه مشكله. يعني حتى قبلها طماطم، البطاطس، الحاجه متوفره السنه كلها، كون ان انا اصلا اقدر اوصل لمرحله ان ما عنديش دروب في محصول او مشكله في محصول معين وفي موجود في المتناول. الطماطم بتطلع وتنزل، معروف دي يعني، معروفه يعني، ما حدش لها بس برضه تذبذب سعرها، بس باقي المحاصيل السنه كلها متوفره، ما فيش عندي مشكله ولا ازمه. حتى لو عندي ازمه اقدر اغطي، لو في دوله فيها ازمه تقدر تغطي من الدوله الثانيه، ففي بروتوكولات تعاون استيراد وتصدير، العمليه تبقى سهله، ما يبقاش فيه. واحنا ما اعرفش ليه يا دكتور دايما لما يبقى محصول زي مثلا يعني محصول مش حيوي قوي بتحصل فيه مشكله، او كان جاي مره مثلا طفره كده في الليمون وبعد كده جت في البطاطس، ما ده مش عيش ومش رز، يعني ممكن نستغنى يعني. هو الممنوع، قاعده الممنوع مرغوب، يعني الخوف من بكره او التوتر، يعني دي بتبقى سلوكيات بشريه ما نقدرش نتحكم فيها. التخزين، لان يعني حد بيبقى عايز يخزن، ايوه، فحد ذاتها طب ما انت تاخد استهلاكه، ما حدش هياخد اكتر من قوت يومه. يعني لا افضل وصحي اكتر، صحي. طب خليني اسال حضرتك، يعني قد يبدو سؤال بدائي شويه ولكن ده يجي في دماغ المستهلك، ان انا برضو بصراحه ببقى متضايقه لما عارف اليوسفي او السفندي، في نوع احنا بنقول عليه السفندي اللي هو اليوسفي الصيني، يقول لك يا جماعه ده اسمه بس هو مصري، فاحنا بيجي في بالنا ساعات او المواطن العادي يقول لك طب يا دكتور هو احنا شويه في اشكال الثمار وتحديدا في الفواكه بتختلف، يقول لك لا ده مش البلدي بتاعنا، بالعكس ده ممكن يكون صنف محسن زي ما احنا بنقول او تقاوي جديده فهو شكله اختلف، لكن مش معناه ان هو مستورد او مش حلو او مش بلدي او كده، فوضح لنا النقطه دي. النقطه دي يمكن نبداها، يا حضرتك قلت الصيني، التوم الصيني كله مزروع في مصر بالظبط. يعني التوم البلدي، مجرد ان ده صنف جه من الصين، فزي ما بيقول الياباني، حاجه جت من اليابان اصبحت، يعني ما انا زرعتها هنا اصبحت مزروعه عندي ومنتجه هنا، انا مش بستورد كل سنه منها، مجرد ان ده المنشا اللي انا جبت منه شيء. طب ما في برتقال بيجي من جنوب افريقيا. لا طب بنقطع كلام حاجة، بمناسبه التوم، هو التوم البلدي بتاعنا اللي احنا بنخزنه مش زي التوم الصيني، طب ايه الفرق؟ يعني بنلاحظ فرق شويه، الناس بتقعد تخزن كميات كتير. هو الفرق هو طبعا النكهات والروائح بتاعه التوم بتاعتنا، اللذعه بتاعته او الحرفه بتاعته بتبقى عاليه أحسن. يعني تتشم. الصيني بيديني الكميه يعني بيديني الفص بتاعه كبير، حتى سعره اعلى، حتى المزارع نفسه بيفضل انه يزرع الصيني، انا هبيع الشبكه بثمن رابطه، فيعني بس انت الكميه يعني بتبقى يعني الفص الواحد بيدي قيمه، يعني بيحقق الغرض. يعني وبرده مش بقول لحضرتك برده احد اسباب انتشار الصيني، الثوم الصيني، يعني ثقافه الستات انها بتبقى خايفه على الريحه، خايفه على ايديها من الثوم، بتبقى برضو ان الثوم المصري بيبقى مسمع، يعني مع ان ده المطلوب، اثره موجود يعني، ده المطلوب يعني في اكلات زي التقليه بتاعت الملوخيه والحاجات دي، بالعكس احنا بنشجع انواع البيضات، بيدور على البصل الابيض، البصل الخفيف اللي هو برضو ما بيدمعش العيون، الحاجات دي كلها بتبقى ايه، ثقافه مستهلك، اختلاف ثقافه المستهلك هي اللي بتؤدي لاندثار نوع او انتشار نوع تاني. طب احنا بما ان احنا بنتكلم برضو على احتياجات ست البيت واحتياجات السوق المصري او السوق المحلي، فلفل زي الفلفل الالوان او الفلفل الرومي اللي هو الحلو ده الكبير، ساعات بنلاقي ارتفاع شويه دكتور في الاسعار، رغم ان احنا عندنا في زراعتنا المحميه بنزرع في صوب وحاجات كتير، فهي المشكله ايه؟ ان احنا فعلا بقى بيندرج فكره ان احنا لسه بنستورد بعض التقاوي ولا ايه؟ الفلفل يعني بيبقى برضه متحمل عن الطماطم، يعني المشكله يعني اثنين اعطوا نفس العيله ونفس المعاملات ونفس موسم الزراعه، بس ثمره الفلفل بيبقى برضه يعني مع الحراره الشديده بتقل شويه ويقول وزنها بتدبل بسرعه، بتبقى فيه برضه رفعات حراره الامور دي كلها، بس مش لدرجه انه منعدم، لا هو موجود السنه كلها في الموسم، اختلافات برضو مش 2 جنيه 3 جنيه، مش برضو السعر اللي ايه الفرق الشاسع ان انا اقدر اقول ان في دروب في السعر زي الطماطم، طماطم من 20 جنيه مثلا 7 جنيه 8 جنيه، لا الدروب مختلف. الفلفل، الفلفل نفسه الالوان كان بدايه ان اول ما نزل كانت الناس خايفه منه، لا ده مهجن، ده مهرمن، ده 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 ده، لا بالعكس اصبح دلوقتي
هو الاساس، والفلفل البلدي بتاعنا العادي اصبح درجه تانية. ليني ده بيستحمل، بيدي شكل عام في السلطات، بيدي ومفيد من الناحيه الغذائيه، كل الغذائية اطباء التغذيه اختلاف طبق السلطه بيبقى ملون، كل ما يكون في زيت الالوان مضادات اكسده كلها امور زادت فيه، فاصبحت الناس مقتنعه انها تستهلكه. نفس الكلام ده احنا دلوقتي بنعمله في الكوسه، انا دلوقتي الكوسه صفراء كوسه خضراء، ده في شغلنا الشخصي طلعنا اصناف جديده جدا. كوسه صفراء، كوسه صفراء دي هتنزل قريب ان شاء الله، قريب ان شاء الله باذن الله. وهيبقى طعمها نفس الطعم. انا ليه بقى بسوق لده يا دكتور؟ لان انا ببقى غيرانه على فتره الابحاث، وان احنا بنعمل تسجيل وتبادل خبرات و ويجي المستهلك يعني يحس بقلق من الصنف الجديد، وزي ما حضرتك اشرت واتكلمت انه يقول لك لا ده محقون، ده هرمونات، ده غير. وانا بسمع الكلام ده كتير، بالعكس احنا بنقول ان دي اصناف جديده وهجن جديده يا جماعه، حاجات مصريه 100%، والوزاره مش هتطلع حاجه، ولا مركز البحوث الزراعيه، ولا كل الجهات المعنيه بده. والكلام ده على مسؤوليتي انا شخصيا، عشان الموضوع ده ثمره نجاح الابحاث اللي بتعمل لنا تقاوي حلوه، صح كده يا دكتور؟ يعني المستهلك ما يخافش من اي صنف. لا المستهلك ما فيش حاجه، طبيعي في رقابات. يعني انا عشان ازرع حاجه مش معقول يعني هزرع لك سمن قاتل، لا انا هزرع لك حاجه نباتيه، جهد باحث، ما انا هاكل يعني هتلف وهترجع لي لو انت طالع شيء. اللي بيرش مثلا، خليني في المعاملات السيئه اللي قدر الله بيعملها المزارع، وكان دلوقتي برضه قلت كان الاول يرش قبل ما يزرع، قبل ما يجمع عشان شكل الثمره يلمع، اصبح دلوقتي ايه؟ لا هو فتره الامان الحيوي، فتره الامان الحيوي، لا الناس في حرص شديد جدا. المشاكل اللي بتحصل دي حالات فرديه، لا الاول كانت بيبقى في ظاهره في سوء الاستهلاك او سوء التوزيع او سوء او سوء تسميد زياده، لا المزارع دلوقتي بيمشي على برنامج، بيسمع كلام اللجان الاستشاريه، المرشدين الزراعيين، برامج الارشاد، لا في توعيه اصبحت شامله حاليا لدى المستهلك، اصبح في مهندسين زراعيين الناس بتستشيرهم، لا الفكر اتغير، الاصناف الجديده شئنا ما بينها موجوده في العالم كله. انا في شارع اسيا بروح بلاقي كل انواع القرعيات، كل اشكال، صحيح اشكال تتخيلها وما تتخيلهاش. احنا سعداء جدا بالانجاز اللي حصل في السنين الاخيره، وان شاء الله دايما نتابع مع حضرتك المزيد والمزيد من التقدم، ويجي اليوم اللي يبقى فعلا فيه الحلم حقيقه، ونحقق انتاجنا او اكتفائنا الذاتي من انتاج تقاوي الخضر والفاكهه. دكتور محمد عبدين الخبير الزراعي والباحث في وراثه تربيه النباتات، شكرا جزيلا ليك، نورتني. ودي كانت مشاهدينا رساله طمأنه ان احنا شغالين على قدم وساق لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وان احنا نأمن العمله الصعبه اللي احنا بنستخدمها في الاستيراد وغيره وغيره. عندك باحثين، عندك هيئات ومراكز، وحتى مؤسسات المجتمع المدني بتشارك في حاجات كتير، لان الباحثين بيحتاجوا دعم من جميع الجهات. بشكركم على حسن المتابعه، وكونوا دايما مطمئنين لكل ما هو موجود في السوق هو امن وصحي 100%. شوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي على ألف خير. تحيات الزراعية الآن بكامل فريق العمل، وإلى اللقاء.